الماجستير كانت الرسالة فيها عن شاعر، شاعر تميم بن أبي بن مقبل، العجلاني. اقترح علي هذا الشاعر هو أستاذنا رحمه الله شكري عياد، الأديب الكبير. نعم، كان أستاذا بالقسم، وكنت أبحث عن موضوع، وكنت قد قدمت خطة حول الشاعر بشر بن أبي خازم. ولكن اتضح أن الموضوع قد سبقت إليه من بعض الباحثين، فطلب مني أن أبحث عن موضوع آخر، فاقترح علي دكتور شكري عياد أن أدرس شعر ابن مقبل. وشعره أكثر وأغنى، وديوانه أكبر من ديوان بشر بن أبي خازم، وهو على العكس يعني من حيث الاهتمام بلغته غير مظلوم. يعني نحن لا نكاد نجد كتابا من كتب اللغة أو معجما من معاجمها القديمة إلا يستشهد بشعر ابن مقبل، لأنه في هذا القيمة اللغوية، أهل اللغة يعلون قيمة هذا الشاعر، ولأنه والأمثال العربية والطابع البدوي والفخر. هو من البادية، هو أعرابي قح، ولذلك يعني من الأسباب التي جعلته يعني لا ينسجم مع التحول الجديد عاملان. العامل الأول أنه عاش في الجاهلية كما قيل 60 سنة وأدرك الإسلام، أيضا يدل شعره أنه عمر في الإسلام إلى أن أدرك العصر الأموي. يقال نعم. ومن جانب آخر هو من أهل البادية، وفيه يعني نوع من التمسك والمحافظة الشديدة، لذلك كانت لغته تجمع هذا التاريخ وهذه اللغة الممتدة، فاهتم به اللغويون كثيرا في معاجمهم وحتى علماء النحو واللغة. فوجدت في شعره يعني ثراء، يعني سواء في الجانب الأدبي أو اللغوي أو التاريخي، لأنه كان أيضا في الصراعات التي حدثت في العصر الإسلامي كان له مواقفه مع هذا أو ذاك، وخصوماته مع الأطراف الأخرى من الأحزاب التي يعني كانت تقف مواقف في بينها خصومة كما هو معروف.